ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم مشاهدينا الأكارم ورحمة الله وبركاته، في هذه الحلقة الخاصة وهذه التغطية بمناسبة ذكرى ولادة الأمين وحفيده الصادق سلام الله عليهم. وبهذه المناسبة نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام مولانا صاحب العصر والزمان، وللمراجع العظام، وللأمة الإسلامية جمعاء، ولكم يا مشاهدينا الأكارم، ولضيفي أيضا أسمى هذه التهاني والتبريكات بذكرى هذه الولادات الميمونة. نعم أيها الأحبة، أرحب بضيفي في هذه الحلقة وهذه التغطية الخاصة، فضيلة الشيخ الأستاذ المحقق محمد جعفر الطبسي. حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بكم. ومرحبا بكم، شرفتم، حياكم الله شيخنا العزيز. بداية، ما هي مقامات النبي الأكرم صلى الله عليه وآله في القرآن الكريم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. أبارك لكم وللأمة الإسلامية جمعاء ذكرى مناسبة نبي الرحمة، ولادته الميمونة والمباركة، وكذلك ولادة حفيده الإمام جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه. حقيقة متباركين. هذا السؤال سؤال جدا محوري وجدا دقيق، مقامات النبي في القرآن الكريم. الإنسان المحقق والمتتبع حينما يراجع القرآن الكريم يجد تعابير مهمة حول النبي الأكرم من قبل الله سبحانه وتعالى. اسمحوا لي، من بين عشرات الآيات بل مئات الآيات التي تتحدث لنا عن تلك المقامات المحمدية، أشير إلى آية أو آيتين. الآية الأولى في سورة الأحزاب آية 45، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. تشير هذه الآية الكريمة إلى خمس مقامات من المقامات العالية لنبي الرحمة صلى الله عليه وآله وسلم. اسمحوا لي في هذه العجالة أسلط الضوء على نقطتين بس في هذه الآية. نعم تفضل. داعيا إلى الله، إذن أصبح من جملة مقامات النبي التوحيد، أن يدعو الآخرين إلى الله سبحانه وتعالى. هذه نقطة. نعم. والنقطة الثانية الموجودة في هذه الآية الكريمة تعبير سراج. كما تعلمون السراج وظيفته الإضاءة، إضاءة ما حوله، إضاءة للكل، لا يستثني أحد في الإضاءة. نعم. هذا شيء يرتبط بالسراج، باعتبار أن عندما
الإنسان يحضر السراج بدلالة أن هناك ظلام. ظلام، أحسنت. والباري سبحانه وتعالى في هذه الآية يعبر عن نبيه الأكرم بالسراج، لا بالسراج المطلق، بالسراج المنير. يعني وجود هذا النبي، وجود نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم كالسراج، كالسراج يكون بين الناس، بين الأمة، بين المجتمع. وحقيقة نحن نرى في الخارج النبي بالفعل كان كالسراج. نعم بلا شك، كان يضيء للجميع، للبر والفاجر. هذه آية. نعم. أما الآية الأخرى، أما الآية الثانية، نعم، أيضا في سورة الأحزاب، وكثيرا ما نسمع هذه الآية ونتلو هذه الآية، وهي إن الله وملائكته يصلون على النبي، يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. ما معنى صلاة الله على النبي؟ الله يصلي على النبي. ما معنى صلاة صلاة الله على النبي؟ إن الله وملائكته. ما معنى صلاة الملائكة على النبي؟ هذا مقام لا يمكن دركه بالعقل المادي، يحتاج إلى شيء غير هذه العقول المادية لكي تستطيع أن تفهم، تدرك، تفهم حقيقة وتدرك معنى الآية. ثم الباري في هذه الآية الشريفة يأمر الذين آمنوا بالصلاة على النبي، صلوا، الصلاة على رسول الله، صلوا فعل أمر، صلوا، أحسنت. نعم. الفخر الرازي، نعم، من علماء إخواننا أهل السنة، الكل من أعلامهم، بلي، نعم، واضح، عند تفسير معروف، نعم، ماذا يقول؟ فيذكر، نعم، رواية ذيل هذه الآية الكريمة، يقول شرحا عن هذه الآية، بلي بلي، نعم، سئل رسول الله صلى الله عليه وآله، نعم، يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ كيف؟ فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم، على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد. النقطة، نعم تفضل، الملفتة للنظر في رواية الفخر الرازي هي الصحابة حينما يسألون رسول الله عن كيفية الصلاة عليه، هنا النبي أصبح معلم، مرشد، لما قال لا تصلوا علي صلاة المتراء، يبين الآن، أبين، نعم، أحسن، يبين. طبعا خطاب النبي في ذلك الزمان كان للصحابة، نعم، ولكن خطابه لا يختص بالصحابة، ممتد، ممتد، يعني حتى الآن، نعم، إذا أردنا أن نصلي على النبي، يا رسول يجب الله يجب أن لا نصلي عليه صلاة البتراء، أحسن، كيف، نعم، نصلي عليك؟ نقول صلى الله عليه وسلم. هذا خلاف السنة النبوية المتبعة. للأسف البعض لم يلتفت إلى هذه النقطة في صلاته،
على النبي يحذف الآن. نعم، رغم التواتر الموجود في هذه الروايات، ولكن نسأل الله سبحانه وتعالى لهم إعادة النظر في هذه المسألة. نعم شيخنا العزيز، بلا شك أن هناك مقامات أخرى كما يقول الله سبحانه وتعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وهو هذا أعلى الدرجات عند الله سبحانه وتعالى. لو نتطرق شيخنا العزيز، هل النبي صلى الله عليه وآله كان يعلم بأنه نبي مبعوث قبل نزول الوحي، باعتبار أن النبي نزل عليه الوحي وهو في عمر 40 سنة، قضى مرحلة الصبا ومرحلة الشباب ومرحلة الرشد إلى أن وصل إلى 40 سنة، هل هو كان يدري بأنه هو نبي، أم لما نزل عليه الوحي كما يقال وكما تطرح بعض الآراء بأنه نزل عليه الوحي وارتبك وذهب إلى السيدة خديجة، ومن ثم السيدة خديجة أخذته إلى ورقة بن نوفل، وورقة بن نوفل قال هذا وحي إذن فهو نبي، أم هل هناك رأي آخر؟ إذا تسألني عن رأي أتباع مدرسة أهل البيت أقول نعم، لنا إثباتات، لنا روايات، لنا نصوص. هذا السؤال سؤال دقيق، لكن الوقت للأسف قليل. نعم. لا شك أن النبي كان يعلم، لا شك أن النبي كان يعلم قبل هذا الأمر بأنه نبي. كيف ذلك؟ ولكن ما كان، لعله ما كان مأمور ببيان ذلك للآخرين. وإلا مقام النبوة مقام مهم حتى في حالة صغره. النبي نبي، ولكن قضية البعثة، قضية نزول جبرائيل عليه بالقرآن الكريم، ذاك أمر آخر. وإلا إذا تسألني حول هذا الموضوع بالنسبة إلى رأي الشيعة أقول نعم، النبي كان يعلم. والنبي وإذا حذفنا بأن النبي ما كان يعلم، في الواقع حددنا علم النبي، وتحديد علم النبي يولد لنا مشاكل. ولذا نحن نعتقد نعم النبي كان يعلم بهذا الأمر، وهذا عندنا مما لا خلاف به. أحسنتم شيخنا العزيز. نأخذ فاصل قصير ونستكمل إن شاء الله. نعم مشاهدينا الأكارم، فاصل قصير ونعود إليكم مرة أخرى. حياكم الله مشاهدينا الأكارم، وهذه عودة لهذه الحلقة والتغطية الخاصة بذكرى ولادة الأمين محمد صلى الله عليه وآله وحفيده الإمام الصادق سلام الله عليهما وعلى آل البيت جميعا. وأيضا أرحب بضيفي مرة أخرى فضيلة الشيخ الأستاذ المحقق محمد جعفر الطبسي، حياكم الله. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مرة أخرى، حياكم الله. شيخنا العزيز، لو نتكلم عن قضية العصمة، هل أن النبي صلى الله عليه وآله معصوم برسالته وما يتلقى من الوحي فقط، أم هو معصوم برسالته وبما يتلقى وبشخصه الزكي وشخصه المبارك صلى الله عليه وآله، باعتبار أن هناك بعض الآراء تقول أن النبي هو معصوم فقط بما يتلقى من الوحي، أما في شخصه فهو يسهو وينسى أحيانا وتصرفات أخرى، يعني بهذا المقدار. لاحظ حبيبي، أنا أيضا هنا أجيب عن منظار أتباع مدرسة أهل البيت فقط. نعم. لا شك، أقول هذه الكلمة بكل قوة بكل صراحة، لا شك ولا ريب بأن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم معصوم أولا في تلقيه للوحي، وثانيا حتى في الأمور العادية. يعني إحنا إذا أتينا وقلنا النبي،
في الخصومات الشخصية العادية لم يكن معصوما. إذا تكلم بكلام نقبل كلامه؟ الذي يقول لا يلزم أن يكون معصوما يعني يمكن أن يخطأ في هذه القضية في هذه القضية في هذه القضية، إذن بعد لا نعتمد على كلامه. يعني بكلامكم أنه لو أنه أخطأ في الأمور العادية فكيف لي أنا كشخص عادي أعتقد بأنه هذا كلام من الوحي؟ ما من النبي أحسنتم، بل من الوحي على لسان النبي، كيف لي أنا أعتقد؟ ولذا نحن نسد هذا الباب بكل صراحة. نعم. بالدليل، ما هو الدليل؟ الدليل القرآني. نعم. إلا وحي يوحى. وما ينطق عن الهوى. وما ينطق عن الهوى لعل من يقول يختص بتلقيه للواحي، وهذا غير ثابت، هذا غير ثابت. ولذا كما قلت لكم المستفاد من النصوص المعتبرة بأن النبي الأكرم كان معصوما، كان معصوما في جميع الأمور على الخصوص في تلقيه للواحي. أنت حبيبي لاحظ، نحن إذا قلنا يعني هذا الخاص من العام، بلي نحن إذا قلنا بخلاف ذلك هذا يولد مشاكل في المجتمع، يولد مشاكل فيما بين الناس، تشكيك في شخصية النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي قبل النبوة كان معروف بأنه أمين، الصادق، بأنه والأمين، صادق، كان معروف بهذا الأمر. فالنبي الصادق، النبي الأمين، كيف يكذب؟ نعم. إحنا هذا كلامنا. نعم شيخنا العزيز، ونحن نعيش في هذه الأيام وتحديدا هذا اليوم ولادة الإمام الصادق سلام الله عليه، وكما كان هو معروفا بأنه إمام الفقهاء وأستاذ المذاهب في زمانه، كيف لنا أو كيف نستطيع أن نثبت عصمة هذا الأستاذ وهذا الشخص الذي كان يلقب بإمام الفقهاء في زمانه؟ طبعا إثبات العصمة لجعفر بن محمد الصادق في الواقع كجده صلى الله عليه وآله، كجده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نرجع شوية لأمير المؤمنين أنه كيف يمكن إثبات عصمته. أقول لهؤلاء إثبات عصمة أمير المؤمنين بكلمة واحدة من القرآن الكريم، لا كلمتين، الكلمة الواحدة هي كلمة أنفسنا في آية المباهلة. أحسنتم. إذا كان أمير المؤمنين نفس النبي، النبي هل هو معصوم أم لا؟ نفس النبي كيف؟ يلزم أن يكون معصوما. النبي إذا كان أشرف الأنبياء، أشرف المخلوقات، نفس النبي كيف؟ يلزم أن يكون معصوما. هذا بالنسبة إلى أمير المؤمنين. وأما من بعده سائر الأئمة، لا. الإمام إذا لم يكن معصوما لا يعتمد على كلامه. الإمام جعفر بن محمد الصادق الذي الآن نحن في ذكرى ولادته الميمونة والمباركة، رويت عنه آلاف الأحاديث والروايات في الكتب، ونحن إذا قلنا لا يلزم أن يكون معصوما، ما الفائدة في هذه الروايات؟ ما الفائدة؟ نقول قال الصادق، الصادق الذي لم يكن معصوم، شو فائدته؟ ممكن يعني عذرا من مولاي، ممكن انه لم يكن صادقا في قوله، فكيف انا اخذ منه الحديث؟ لا نعتمد على كلامه. الامام الصادق له صحابي اسمه ابان بن تغلب. ابان بن تغلب هذا الرجل توفي سنه 141. المرحوم النجاشي المتوفى 450 للهجرة، في ترجمة أبان بن تغلب الذي كان من أصحاب الباقر ومن أصحاب الصادق، يقول روى عني 30
ألف حديث مرويا عن الإمام الصادق. نعم، رجل واحد باسم أبار بن تغلب روى عن الصادق 30,000 حديث مكذوبة وكلها مكتوبة وصحيحة السند، ذاك أمر آخر. صحيحة السند أمر آخر، بس كمروية. نعم، نفس أبان، نفس أبان روى عن الصادق. نعم، هذا المقدار من الروايات. تراجع كتاب تفصيل وسائل الشيعة للمرحوم الحر العاملي 30 جزء، ما من جزء، ما من صفحة، ما من باب إلا وأن فيه قال الصادق عليه السلام. فنحن إذا قلنا الصادق لم يكن معصوما، معناه أنه لا سمح الله لا يلتزم بأنه يكون صادق في أقواله. إذن هذه الروايات تعد كلها هباء منثورا. ولذا أتباع مدرسة أهل البيت سلام الله عليهم يصرون على مسألة العصمة أولا للنبي الأكرم في جميع الشهون، في تلقيه للوحي وفي المرافعات العرفية العادية الشخصية. ومن بعد النبي يعتقدون بأن الإمامة وأن الإمام أولهم أمير المؤمنين عليه السلام وآخرهم الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. وكل هؤلاء معصومون. لا، أحسنتم، لا بد أن يكونوا معصومين، وإلا لا توجد أي فائدة في قال الباقر، في قال الصادق. شيخنا العزيز، ذكرت أنه هناك مروي 30,000 حديث فقط من أبان عن الإمام الصادق عليه السلام. السؤال هو، هل أن الإمام عليه السلام هذه الأحاديث من شخصه واجتهاده، أم أنها متوالية وممتدة بآبائه عليهم السلام وصولا إلى النبي الأكرم صلى الله عليه وآله؟ لا شك الروايات المروية عن الباقر وعن الصادق كلها ترجع إلى النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم. هذا مما لا شك فيه. وأما أنه لماذا نحن الشيعة نقول المذهب الجعفري، هذا سؤال جدا دقيق، كثيرا ما يطرح علينا. لعل الجواب الصحيح هو أنه الإمام الصادق عليه السلام برواياته وبنشر أحاديثه وبتأسيس تلك الحوزة العلمية التي كانت تشتمل على 4,000 مجتهد و4,000 محدث في زمنه، انتشرت الروايات، انتشرت الأحاديث. في زمن سائر الأئمة لم تكن هذا الانتشار وهذه الكثرة من الروايات. لعل هذا هو السر حينما نقول المذهب الجعفري، وهذا حقيقة فخر لنا ولكم ولكل شيعي أن يكون مذهب جعفري. طبعا المذهب الجعفري يرجع لمن؟ إلى المذهب النبوي، إلى المذهب المحمدي. الإمام الصادق، الإمام الباقر، سائر الأئمة، هؤلاء كل ما لديهم من بركة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أحسنتم كثيرا شيخنا العزيز، وكنت ضيفا عزيزا كريما علينا في هذه الحلقة الخاصة. لكم وافر الشكر وجزيل الامتنان فضيلة الشيخ الأستاذ المحقق محمد جعفر الطبسي. شكرا جزيلا لكم شيخنا العزيز، جزاكم الله خيرا كثيرا. نعم مشاهدينا الأكارم، وصلنا وإياكم لختام هذه الحلقة، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا في الدنيا زيارة النبي الأكرم وحفيده الصادق سلام الله عليهم، وأن يرزقنا في الآخرة شفاعتهم، وأن ينير قلوبنا بدربهم إن شاء الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.